واليوم بفقرة بيهايند ذا سكرين مثل كل أسبوع فيلم نعرضه عليكم مشاهدينا لريكومند إنه ننصحكم تحضروه. اليوم مع سامي محضرتينا فيلم أنا بعرفه كتير حلو وشيق، والمسج لي من وراء بعد أحلى من الفيلم. فيلم لليوم من سنة 2000، هو اسمه بيت فورورد، هو فيلم درامي رومانسي. هذا الفيلم بدنا نقول شوي أحداثه عن شو بتدور. بتدور أحداث هذا الفيلم عن أستاذ كان عم بيخاطب تلاميذه بالمدرسة، وإذ بيقول لهم أنه لازم يعطيهم فرض أنه يكونوا عم بيعملوا هذا الفرض بشيء غيره في العالم، أوكي، حلو. ويتطبق مش بس على الورق أنه يكونوا عم بيكتبوا. وإذ بيقوم التلميذ اللي عمره 11 سنة واللي اسمه ترافر، بيقوم بي هذا بفتكر للفلاير هذا الفلاير تبع للموفي. الموفي بيت فورورد، بيقوم هذا الولد بمبادرة وبيقول انه انا بدي اعمل خدمة لشخص، وبدل ما هذا الشخص يكون عم بيرد لي هيدي الخدمة يكون عم بيعمل خدمة لثلاث اشخاص غير، كمان هول الثلاثة بدورون كل واحد منهم بيكون عم بيعمل لثلاثة غير، وهيك بتكمل الخبرية. ما عارف هذا الطفل ترافر انه هيدي المبادرة رح تزبط معه والعالم يردوا عليه، انه هو عمره 11 سنة بالنهاية. فكتير مشت المبادرة، ومثل ما عم نشوف هون المبادرة بتعمل لشخص وبتنتقل لثلاث أشخاص حلو، يعني غير. بعلمك حب العطاء، المشاركة مزبوط، بلا ما تحس. عن جد بفرض، يمكن بهيك بنية كتير صافية من الأستاذ، بتحس هالولاد لازم يعملوا شيء رائع ويفيدوا حالهم ويفيدوا غيرهم كمان. مزبوط. وإذا طلعت هيدي الفكرة مع هذا الطفل اللي عمره 11 سنة، هو سمى هالمبادرة بيت فورورد على اسم الفيلم. الأجمل أنه حتى أمه تأثرت للصبي بها المبادرة إيجابيا، وهي كانت أم عزبة ومدمنة على الكول، وإذا بتتخلص من هذا الشيء وبترجع بتحب من أول وجديد. يعني صراعات عايشة الولد حتى بعائلته، يمكن مع التلاميذ بفتكر. مزبوط، وهذا الشيء أثر إيجابيا عليه وعلى بيته وعلى أمه كمان، يعني قدر يساعد أمه تتخلص من الإدمان. حلو. فمن الدايركتور، من الكاست؟ الدايركتور هي بنت اسمها ميمي لادر. الملفت بقصة ميمي لادر انه هي بتكون اول امرأة بتتخرج من جامعة الاي اف اي كونسرفاتوري، عم شوف بالصورة هاي، نعم، سنة 1973. فانه الملفت انه هي اول وحدة بتخرج من هونيك. هيدا الجامعة هي للافلام الهوليوودية، يعني بسنتها هي بتكون اول امرأة بتتخرج كمخرجة، فانه هذا شيء كثير ملفت. وهذا مثل بوش لكل اكيد النساء اللي برا كمان يضحشوا على هذا المجال، واي مجال يعني يفرجوا حالهم ويثبتوا حالهم بكل شيء بيشتغلوه. مزبوط. حلو. خلينا نحكي عن بطل الفيلم. صح، مين بطل الفيلم؟ بطل الفيلم الطفل ترافر اللي هو اسمه هيلي. هيدا هيلي وقتها كان صغير بلش على عمر الاربع سنين، بلش اول شيء بدعايه لبيتزا هات على عمر الاربع سنين، كان كثير صغير. عمل بيت فورورد كان عمره 9 سنين، هلا هو بالصوره الثانيه عمره 33، وهو من عائله كمان بيمثلوا، هيدي اخته أميلي بتمثل وبيو بيمثل مسرح، يعني هو من عائله ممثلين اذا فينا نقول. عن جد اكيد بيكونوا علموه، صحيح انه ساعدوه هو صغير. مزبوط. انا كثير بعرفه من فيلم ذا سيكس سنس، وقتها ربيت على هذا الفيلم، هذا فيلم رعب حلو وقتها، فهيك دغري لفتني هذا الممثل. فمن هو صغير من بعد ما عمل هيدول العملين انطلق ومشى بالمهنة الفن.